هذا وتستعد موريتانيا لخوض جولة انتخابية ثانية يوم السبت القادم، وقد أبرمت عدد من الأحزاب السياسية اتفاقيات انتخابية مع بعضها البعض قصد الفوز في الاقتراع، وينتظر أن تجرى الانتخابات على مستوى 9 مجالس جهوية وأزيد من 100 بلدية، إضافة إلى عدد من الدوائر الانتخابية فيما يخص النواب. ومعنا في الاستوديو سيدي محمد بالعمش، الكاتب الصحفي والمدير الناشر لصحيفة مراسلون، اهلا وسهلا. أهلا وسهلا. مرحبا. اذا تحالفات انتخابية بدأت تبرم استعدادا لخوض الجولة الثانية، الى اي حد برأيك من شأنها ان ترجح الكفة لصالح احد الطرفين الموالي والمعارض؟ أعتقد أنها تحالفات شكلية، من حيث لأنها لا تؤثر على المواطن الذي لا سياسي موريتاني الذي يأتمن فقط بإرادته وبما يقدره شخصيا. هي اتفاقات غير جديدة، هناك عهدة بين ائتلاف أحزاب المعارضة التحالف الانتخابي، وهناك أحزاب موالاة تدعم الحزب الحاكم. هناك استثناءات جديدة قد تحدث طارئا تتعلق بموقف بعض الأحزاب مثل كتلة الأمل التي تشتت رأيها ما بين الداعم للنظام والداعم للمعارضة أحيانا، والمنافس للنظام أحيانا والمنافس للمعارضة أحيانا. هذا الرأي يجعل الناخبة المنطوية تحت لوائها مشتتا حارة الزورات. خير مثال على ذلك فمنسقي حزب التحالف الشعبي التقدمي اتخذ موقفا، يبدو أن قيادته اتخذت موقفا آخر. سيبقى التحالفي في الزورات مشتت الذهن، وسيحكم في النهاية ما يمديه عليه ظهره. طيب، على ما يراهن كل من الطرفين الموالي والمعارض في الجولة الثانية؟ أعتقد أن المراهنة الحقيقية التي يعول عليها هؤلاء المترشحون هي النجاحات التي حققوها في الشوط الأول أساسا، والأخطاء حتى لا يعيدوها. غير ذلك لا يوجد شيء مضمون، باستثناء هذا الأمر لا يوجد شيء مضمون. صحيح التحالفات شكلية أهميتها مثل أهمية الإعلام، لا تعطي صوتا محددا، لا تعطي 100 صوت ولا 1000 صوت، ولكن قد تسهل هذه الأصوات وقد تساعد في ترتيبها إذا وجدت إطارا ناظما لها. البعض يقول بأن يعني الطرفين الموالي والمعارض كلاهما خسر الرهان في الجولة الأولى، فلا الموالاة استطاعت يعني الحصول على الأغلبية الساحقة التي تريد، ولا أيضا المعارضة استطاعت الحصول على الثلث المعطل. هل تعتبر الجولة الثانية تحصيل حاصل بالنسبة لكليهما؟ الملاحظة جيدة جدا، أنه لم يجد أحد مبتغاه في الجولة الأولى، وبالتالي تكون الجولة الثانية حاسمة. هناك دوائر وهذه تحتد فيها المنافسة وستكون مربط الفرس، منها مثلا على سبيل المثال على سبيل الحصر دائرة نواذيبو على مستوى البلدية، وهي يتنافس فيها حزبان من الموالاة الكرامة ولحزب الحاكم. الأحزاب المعارضة مضطرة أن توالي أحد أحزاب الموالاة، وهي الأرجح أنها توالي حزب الكرامة. هناك دائرة الزورات وهي مهمة عند النظام، حيث يترشح فيها شخصيات مهمة بالنسبة له. هناك دائرة قرو مهمة لدى حزب التواصل. هناك بعض الدوائر الأخرى التي يراهن عليها أحزاب أخرى مثل كرمسين، يراهن عليها حزب الوئام، ولكن يستميت حزب اتحاد الجمهورية لكي يصل بها الثلثان الذين تحدثت عنهما. إذن هناك معارك مهمة تتعلق بأن يتقدم كل طرف إلى الثلثين أو إلى الثلث.
أعتقد أن أغلب هذه المراكز ستنحو منحى ما حصل في الشوط الأول، وأن النظام لديه الوقت ولديه الآليات التي استخدمها في الشوط الأول أن يعيد ترتيب ما أمكن منها. صحيح المعارضة ستتفرغ له وستحاول أن 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 توقف ما تقول أنه تزوير أو تلاعب بالأصوات أو غير ذلك. لكن على ما يؤشر يعني كون أغلب المجالس الجهوية مثلا وهي جديدة على الموريتانيين لم يحسم في الجولة الأولى، وأن أيضا بلديات نواكشوط لم تحسم في الجولة الأولى، على ما يؤشر ذلك؟ الملاحظة واردة، المجالس الجهوية شهدنا فيها عدد من اللوائح زائد، وبالتالي لم يستطع أي طرف حسم النصف، حسم أكثر من 50%، وبالتالي سيعاد فيها شوط. نحن لدينا 9 دوائر، حسم حزب الاتحاد الجمهورية 4 دوائر، لدينا الآن 9 في الشوط الثاني. ولكن حالة نواكشوط حالة خاصة لأنها تتعلق ب 30 لائحة. نحن لدينا 9 بلديات في نواكشوط، 8 منها يترشح فيها الحزب الحاكم ضد الأحزاب المعارضة، 1 يترشح فيها حزب إف بي مع إي دي بي سبخة. حالة نواكشوط تتعلق بمجموعة من التجاذبات السياسية التي أذكتها القوائم الطويلة للانتخاب للمترشحين، وبالتالي لم يكن الحسم ممكنا لدى أي طرف مهما كانت قوته. وأعتقد أن المعركة كانت شاسعة بحيث لا يتفرغ طرف ما لجهة معينة حددة. المجالس الجهوية سيكون الحسم الآن فيها سريعا لأن هنالك بعض المجالس سيتفرغ لها المعنيون، وبالتالي يتطالب جميع الناخبين في كافة الدوائر. أعتقد أنها لن تكون مشكلة، المشكلة تتعلق بدوائر نيابية والبلدية. هل استطاعت برأيك المعارضة أن تشكل منافسا جديا للموالاة رغم البون الشاسع في نتائج الجولة الأولى؟ بلى، شكلت منافسا جديا، منافسا جديا في عدد النواب حيث حصدت أكثر من 30 نائبا، وهذا رقم لا يستهان به. حيث أيضا شكلت منافسا جديا من حيث نوع النخب الذين قدمت للنظام، فهذه أسماء كبيرة تتقن المحاججة والمنافحة وغير ذلك. هل ستصل الثلث؟ إذا وصلت الثلث فإننا أمام مشهد آخر، لن يكون بمقدور النظام تمرير أي تعديل دستوري أبدا ما دام لم يلجأ إلى 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 استمالة أحزاب من المعارضة لصفه. وما مدى قدرتها يعني على إحداث الفارق؟ أعتقد أن بعض الدوائر قد دائرة قرو مثلا، بعض الدوائر قد تسقط من الحزب الحاكم. لا أحدد، ليست لدي معلومات ولا يمكن تقديم معلومات نهائية في الموضوع، ولكن بعض الدوائر لن يكون مقدور الحزب الحاكم أن يحجز جميع الدوائر 22 نائبا. وهل برأيك يكون البرلمان القادم مختلفا عن البرلمانات السابقة؟ سيكون برلمانا، وهل من رهانات؟ أعتقد أنه سيكون برلمانا ساخنا، سنشهد فيه حوارات جدية تعكس التجاذب السياسي الحاصل. أعتقد أن الحزب الحاكم سيعزز طاقمه أيضا ب4 نواب عن الموريتاني في الخارج، يجب أتوقع أن يكونوا من أصحاب الخبرة السياسية والمحاججة الكلامية كي يعززوا فريقه الذي انتخب في الشوط الأول والذي سينتخب في الشوط الثاني. إذن الكاتب الصحفي والمدير الناشر لصحيفة مراسلون سيد محمد البلعمة، شكرا جزيلا لك.